فلافيرو المشهور وصل يا جمهور، اللايك السريع على الفيديو الفظيع. فرنزاتي مرحبا في قناتي، النهارده هكشف لكم عن طموحاتي العظيمه اللي نجحت في تحقيقها. ايوان بس لا تقول عظيمه. فلافيرو اخيرا سوى السرير بتاعه. دي مش طموحاتي، ها؟ دي طموحات تيتا حبيبتي، هي اللي دايما نفسها اساوي السرير بتاعي. اللي يحب تيتا يفعص لايك. ايوان اخيرا وجدتها. اوكيز، قائمه طموحات السنه الجديده اللي ما عملتهاش السنه اللي فاتت، اعمل رجيم وابقى رياضي، وادي النتيجه. مو نافع فلافيل، واجلها للعام الجاي. طيب تاني طموحاتي العظيمه كان ابطل موضوع التاجيل. اوبا، ده انا لسه مأجل الطموح اللي فات. حطه جنب اخوه اللي فات. استنى استنى. اللي يخليك تبطل حكاية وموضوع التأجيل ده هو انك ما تعملش الحاجة اصلا من اساسه. يا حرام، صدمة الحقيقة. فعلا نجحت اني ابطل. احد قال بطل؟ يعني عندك مثلا بطلت مؤخرا أأجل تأكيل الكرسي بتاعي، ومن يومها وهو شبعان وعينه مليانة. لا لم يحدث وما زلت جوعان. نم 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 نم. بكاش بكاش. فش فش، ده أنا جبت كتاب عظيم اسمه الكلام الزين في التخلص من بعدين، وطبعا أجلت قرايته. كنت مشغول في كتاب طبيخ يا شيكو. أوكيز، طموحي التالت والأخير كان أسأل بذوق وأقول من فضلك لو سمحت بليز. أظن طموح عالي قوي، طموح فوق السطوح. بليز بطني تعورني من الطح. فلافيلو كلامه زي السيف، مسير الأيام تثبت لك. من فضلك نص كيلو أرجوك لو سمحت بليز. نص كيلو البليز اختفى. لو سمحت يا محترم افتح الباب. لو سمحت يا محترم، من فضلك افتح الباب بليز. باب؟ أين هذا الباب؟ بنهاية حلقتنا الطموحة، بتمنى تنجحوا زيي وتحققوا كل طموحاتكم. طموحنا مليون مشاهدة. باي. يا باباتي.